واهلا وسهلا فيكم في كارول كوزموس شانل. اليوم فيديو تبعي رح يكون اول فيديو لانه برجع فيه بيوتيوب باللغة العربية. الفيديو هاد هو عبارة عن تكملة للسلسلة بلشتها قبل كتير وقت واشتقت لها وحابة ارجع باول فيديو اسويها اللي هي جواهر السوبر فارم. اليوم رح نحكي عن 5 منتجات من السوبر فارم اللي انا حسب رأيي هن منتجات كتير مناح، بنصح الكل انه يجربهن. فاذا حابين تعرفوا شو هن هدول المنتجات خليكم تابعين. رح ابلش اول اشي واحكي لكم عن منتوج للوجه اللي هو هذا المنتوج من شركة جيد. اسم هذا المنتوج هو Essentials Hydrating and Smoothing Primer، يعني هو عبارة عن برايمر اللي بتحطوه انتو قبل ما تحطوا الميك اب، يعني بتحطوا السكين كير تبعتكم مع الكريم وكل اشي، بتحطوا الاس بي اف، تنسوش الاس بي اف، وبعدين اخر مرحلة بتحطوا البرايمر هاد مباشرة قبل الميك اب، بتحطوه على كل وجهكم، بساعد انه يرطب الوجه وبساعد انه يكون ملمس مش موحد. كان في عندي كتير برايمرز قبل ما استعمل هاد، كان في عندي البرايمرايزر من سماش بوكس، كان في عندي كمان اكمل برايمر تاني. من لما جبت هاد البرايمر انا عم بستصعب اني الاقي برايمر تاني اللي انا بحبه كل هالقد. It's weird، كتير كتير غريب، بس هذا هو my favorite primer at the moment، فانا كتير بنصح فيه وبفكر انه الكل راح ينبسط اذا بجرب هيك اشي. تاني منتوج هو منتوج لانه كل اشي من هذا النوع بحب اجربه، highlighting sticks، sticks اللي فيهن highlighter. هاد stick specific من شركة اسمها Lord and Berry، هاي شركة جديد ايش وصلت على السوبر فارم. هي شركة اللي هي حسيت مش رخيصة ومش كتير expensive مثلا سماش بوكس وهاي الاشياء. هاي الشركة كمان بتجربش على الحيوانات على حد ما انا بعرف، كل الاشياء اللي رح احكي لكم عليها اليوم هن cruelty free، يعني بجربوش على الحيوانات. اذا حبيت تسمعوا شو يعني هذا الاشي، ليش انا سويت هذا القرار، ليش انا اتخذت هذا القرار، بقدر اسوي عليه فيديو لحال احكي لكم شو يعني cruelty free، شو يعني parent company وهي الاشياء. بس بينتايم بحب اقول لكم انه هذا منتوج بجنن من Lord & Berry. راح افرجيكم اياه على ايدي، راح اعملكم swatch هيك على ايدي وشوفوا كيف لمعته، بتجنن على الايد، كتير 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 اشي راقي، كتير لمعة بتجنن. والأحلى من هيك خلطه كتير كتير سهل بسهولة، بنخلط على الإيد بصير تقدر تشوفوه، بس تشوفوه كأنه diffused هيك، كأنكو glowing from within، كأنه هاد الglow جاي منكو انتو نفسكو مش من الهايلايتنج ستيك اللي حاطينها على وجهكو. it's fantastic، لونه كتير حلو، والحلو انه هو صغير كفاية تستعمله كنوز هايلايتر، تستعملوا كتشيك هايلايتر وكل المحلات اللي انتم بتحبوا تستعملوا، حتى بقلب زاويه العين اذا جاء على بالكم ينفع تعملوا. اتس ريلي ريلي نايس، فكر حقه شيء 100 شيكل، which is expensive للدراج ستور، which is expensive للسوبر فارم مفروض، بس انتم بتعرفوا الاسعار عندنا بالبلاد كل شيء عندنا غالي. I have no idea why، بس بنصحكم كثير تجربوا بكل صوت. بعد ما احط المنتجات للوجه والاي شادوز تبعوني، اذا بدي احط اي شادوز بهذا اليوم، بنتقل عشان احط السبراي. بحب انا السبراي اللي بعطيني جلو للبشرة تبعتي، ومن الاشياء الموجودة عندنا بالسوبر فارم this is the absolute best. جابولنا بيكسي على سوبر فارم which I couldn't be happier about، عن جد يعني finally في عندنا بيكسي بالبلاد، مع انه فيش عندنا كل المنتجات اللي عندهم، في عندي منتج من بيكسي اللي مش عندنا، فيش عندنا منه بالبلاد. انا so upset about it، بس it's okay، بنبلش بالاشياء البوزيتيف. نحكي عن البيكسي جلو ميست، هو ميست سبراي that is so freaking fine، عشان رح تقدر تشوفوه على الشاشة. oh my gosh، شفتو؟ إذا ما شفتوهاش هالدليل عديش هذا السبراي بجنة. المهم بعطي جلو بجنة على البشرة، لأنه هو فيه عبارة عن زي كأنه هدول الميك اب ريموفرز اللي فيهن طبقتين، أغلب الطبقة رح تكون طبقة سائل وطبقة رفيعة 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 هي طبقة زيت، بتخلطوه هيك منيح على منيح على بقلب الأنينة وبترشوه على وجهكو، بعطيكو ترطيب، بعطيكو لمعة بتضاين كل النهار. بنصحش فيه للناس اللي وجههن already بلمع مع الوقت بسبب الهايلايتر، بسبب سوري الدهون، إذا عندكو بشرة اللي هي really oily بنصحكوش فيه، بس إذا عندكو بشرة اللي هي normal لا دراي this is amazing لهذا النوع من البشرة، really really amazing، كتير بنصح فيه. دور المنتجات الجاي اللي هي منتجات العينين اللي هي ممكن مع النهار
بتمرمغ على البشرة. هدول اتنين لا، رح ابلش احكي لكم عن اشي اللي انا افكر كنت استعمله بشي مرحلة بعدين غيرت بعدين رجعت ومش عارفة ليش غيرت، اللي هو هاي الماسكارا من كيرلاين اسمها بولد ماسكارا ميني برش فور ماكسي افكت. الواند تبعتها هي هيك، اشي كتير صغير بس مفعولها is no joke، بتعطي فوليوم، بتعطي السماكي للرموش تبعتكو بشكل بجنن، بتضاين كل نهار، بتطول، بتخمل، بتعطي لون اسود بجنن للرموش. I really really love it. الاكتر اشي بحبه فيها انه من بين الماسكارات الكتير اللي جرت على مدار السنين، هاي واحدة من الماسكارات القلال اللي بفتفتوش نقط صودا خلال نهار تحت عيني وبيصيرش فيه سواد بعرف منين، بين شباند باخر النهار، which is all I need really من ماسكارا. اخر منتوج هو منتوج اللي انا فكرت انه قبل سنتين ثلاثة فكرت انه وصلت للتوب اوف ذا توب بهاي الكاتيجوريا بهذا النوع، بس لما جربت هاد اكتشفت اني انا كنت غلطانة. هذا هو الاي براو بنسل من بوبا، اسمه هاي ديفينيشن اي براو بنسل، على فكرة هو معمول بالمانيا which is freaking awesome. المهم انه الشيء اللي انا بحبه فيه انه اول شيء هو كتير كتير صغير، فكرت شرحت انكم رح تقدروا تشوفوه، لازم تجيبوا مايكروسكوب عشان تقدروا تشوفوا هيك شيء. المهم اللي بحبه فيه انه رفيع كتير وكتير دقيق، لونه بجنن، بضل كل نهار، كتير سهل انه الواحد يستعمله، مش اكتر من اللازم بيجمنتد ومش اكتر من اللازم خشن هيك وناشف على الـ على الـ على الـ على الحواجب، يعني بسهوله بسهولة بيطلع لون بس مش أكتر من اللازم بسهولة ومش أكتر من اللازم بصعوبة، يعني it's just the perfect in between. I love it a ton، بنصح فيه للكل. والأكتر شيء بحبه فيه هو إنه هذا النوع من الإقلام اللي فيه إن أنتوا بتعملوا هيك عشان يطلع وهيك عشان ينزل، بحس إن أنا مضاينوش كتير، وإنه أحط مبلغ كبير على هيك إشي عشان ما عشان يضايني شهر ونص شهرين، it's not the best idea. يعني اشتري هيك اشي من 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 اناستازيا مش اكتر فكرة بتجنن حسب رأيي، لانه it's too much money for something that doesn't last a long time. فانا بنصح انكم تجيبوا اشي اللي هو من سوبر فارم اللي هو بسعر ما هو it's never gonna be cheap باسرائيل، غير اذا بتشتري من اسنس. بعد ما جربتوش تبع اسنس، اذا انتو جربتوه منيح قولولي عشان اجربه، بس هاد اللي هو من بوبا is fantastic. I really really love it. هذا هو الفيديو لليوم، هدول هن كل الخمس منتجات اللي انا حبيتهم بالفترة الاخرانية من السوبر فارم. اذا حبيتوا الفيديو حابين تحضروا فيديوهاتي كمان لفترة لقدام، على سبسكرايب. اذا حابين تعرفوا وانتو بطلع فيديو رنوا الجرس اكبسوا عليه عشان يطلع لكم نوتيفيكيشن على التلفزيون دينج دينج كارول طلعت فيديو عشان تحضروا. وهذا هو بالتايم، أتأمل أشوفكم بالفيديو الجاي. Thanks for watching. Like, subscribe, comment بمنتجات من السوبر فارم اللي هي cruelty free وأنتم بتحبوا إنه أجربها. وأشوفكم بال near future. Bye.